الفترة القادمة. ما يخص التعاقدات داخل النادي الأهلي. النادي الأهلي وكان في توصية من لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي في موضوع التعاقدات وإن توفير سيولة مختلفة وإن الكابتن الخطيب قعد على الملف ده بنفسه. النادي الأهلي أنهى التعاقد مع اثنين أو وصلوا للنقطة الأخيرة مع اثنين أو ثلاثة من اللعيبة اللي عندهم اللي عقودهم هتنتهي بدري، ابتدوا يجددوا لهم في هدوء تام. لا بقيه الفريق عارف ولا اللعيبه ولا حاجه خالص. ولكن اي وكيل هيخش الزمالك والاهلي بيلعبوا مع بعض نفس الجيم، الاثنين بيلعبوا نفس الجيم، لعيب فاضل له قد ايه سنه؟ كله بيتعلم من اخطائه، الاهلي والزمالك كله، لازم كل الفرق اللي عندي 3 سنين. ده لو لعيب انا عايزه، مش هسيب لعيب يوصل معايا لاخر المشوار، فاضل له سنه هجدد وامد عقده واعلي له عقده شويه واخد 2 3 تانيين. لأن الرقم اللي أنا هعله له ما يساويش أي حاجة من إن أنا أجي أقف بعد كده في منافسة مع نادي آخر، خصوصا إن الأهلي والزمالك ماديا ممكن يقدروا على منافسة بعض، ولكن واضح إن المشهد هيبقى في بيراميدز مختلف. من لغة الأرقام ومن لغة الصفقات اللي احنا بنتفرج عليها، كل واحد دلوقتي بيحضر على نفسه، كل واحد دلوقتي بيشتغل الجيم بشكل جيد. فالأهلي إن شاء الله بإذن الله الأمور ماشية بالنسبة له بشكل جيد، ونتمنى له كل التوفيق في أفريقيا، لأن أنا عندي حلم واحد فقط لا غير، أقعد في المباراة النهائية أشوف الأهلي بيلعب الزمالك. وده الحقيقة اللي إحنا خلال الأيام القادمة هنطلق هنا في البرنامج هاشتاج هقول لكم عليه في وقتها يخص الأهلي والزمالك، وهنكون مساندين فترة كبيرة جدا الأهلي والزمالك لحد ما يوصلوا للنهائي. هنتكلم على كل الإيجابيات وهنزق الفرقتين وهنشتغل على الفرقتين بشكل كبير جدا، لأن ده هدفنا. بعد كده يقعد جمهور الأهلي يشجع الأهلي وجمهور الزمالك يشجع الزمالك، يكسب اللي يكسب ويخسر اللي يخسر، في الآخر إن الاتنين اللي في أفريقيا يكونوا بتوعنا. ده اللي نتمناه، أو ده إن شاء الله بإذن الله أمنياتي، وإن شاء الله بإذن الله تبقى موجودة. أتمنى كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله للنادي الأهلي ولاعيبته وللناشئين في الفترة القادمة. ما